السلام عليكم ورحمة الله إخوان، تبارك الله عليكم ومرحبا بكم في الفيديو الجديد. الفيديو اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا على هاد لا سونترال فليكسي 2. هاد لا سونترال اللي كتكوموندي دو موتور 220 فولت. اليوم إن شاء الله غنتكلموا عليها بالتفصيل هنايا في لاتولي، حيت الفيديو اللي درت الخطرة اللي فاتت كان في الشونتي وما كانش واضح، ولهذا قلت ندير فيديو هنايا في لاتولي ونوضحوا داك الشيء بطريقه مفصله وواضحه. المهم، هاد لا سونترال هادي كتخدم دو موتور ديال 220 فولت ديال بورت باتون. الموتور اللي كيجي بحال هاد الشكل هذا دوبرا، ماشي ضروري يكون نفس لا مارك، يعني تقدر تركبو مع اي موتور ديال 220 فولت، ا كونديسيون خصو يكون 220 فولت، ميكونش 24 فولت كورون الترناتيف. نعمل واحد ديسكريبسيون غابيد على هاد السونترال. كيفما كتلاحظو هنايا فاز و نوتر، هنايا لا لومب كلينيوتونت، هنايا موتور ام 2 وهنايا الموتور ام 1. موتور ام 1 هو الباب اللي كتحل الاولانية، الموتور اللي كياكسوني الاول في لوفيرتور هو ام 1. هنايا كاين ان رولي، تقدر تخدم شي تومبوريزاتور، شي بولا. هنايا 24 فولت ديال اليمونطاسيون دو بوتو سيلول. هذا الكومان، هادو هنايا شي لي شين خصهم يدارو اف سي سي و اف سي ا و الاتش فوتو. هنا كتركب الفوتو سيلول، كونتاكت فوتو سيلول. هنا ستوب تا هو خصو يتشد، هنا ستار بيتون وهنا ستار. هذا ستار بيتون كياكسوني واحد بورتاي، واحد نقولو هنا واحد الدفع، واحد الباب بوغ لي بيتون. يعني مثلا واحد غيدخل على رجلو مثلا، ما كانلاش يتحلو جوج بيبان، تحل غير واحدة، كنعملو كنأكسوني هادي بستار بيتون، وهادي ستار كتخدمهم بجوج بيهم. وبالنسبة لهادوك لي ديب سويتش، هادو لي هادو كاين هنايا ان هو بغي كلينيوتمون، يعني اما كتاكتيفي ولا كديزيكسيفي بغي كلينيوتمون، يعني واش لا لومب دو كلينيوتون تدير واحد كيك سينياليزاسيون افون لوفيرتور او لا افون اكسيومون ديال لابورت. غالبا حنا كنهضرو على اوف. ثانيه هذه لافيرميتور اوتوماتيك، يعني تاكتيفي ولا ديزاكتيفي لافيرميتور اوتوماتيك. ثالثه ستار اون اوفرتور، هادو بالنسبه للتيليكوموند واش ياكسيبتي لك ستار اون بوندو لا فاز دوفرتور ولا فيرميتور. هادو كان بهم غالبا كنخليهم اون في اوف، غالبا كان اجيستيو غير على الاولى والثانيه بحال هيدا. الرابعة ديال لوجيك دو فونكسيونمون، ديال بالنسبة للتيليكوموند واش تعمل با ا با ولا كاين هادي 5 و 6. السانك هو رالونتيسمون في لاباج دوفيرتور، ملي كتكون الباب قريب تكمل لوفيرتور ديالها، كاين واحد الرالونتيسمون باش مكيجيش ليك الشوك. وكاين هاد لو 6 هو اللي مهم، تاهو عاود في الديماراج اما كتاكتيفي ولا كتديزاكتيفي ديماراج، يعني الموتور يديماري افيك لو بويسونس ماكسيمال. صافي، هادو غالبا ما كنحتاجوهمش، ما كنخدموهمش كاع. وكاين هنايا هاد لي بوتونسيومتر، هادو الى لاحظتو كاينه مكتوبه هنايا باور بويسونس، هادي لا بويسونس دي موتور. عاود هادي الريكلاج ديالها غالبا كنعملو، انا كنعمل نديرها ماكسيموم وكنقاس لواحد شويه، سا ديبون ديال الباب. كاين باب ديال اللوح، كاين باب ديال الحديد، كاين باب ديال حسب الباب. كاين هادي وورك طرافاي دو طون طرافاي دي موتور، شحال الموتورات شحال غادي يخدمو، واش 20 سكوند ولا، ولكن ما بيناش ديك لو طون، ما باينش، كتبقى اجيستي عليها وصافي، تنقص وتزيد هيدا دروات ولا غوش. كاين هنايا هذا بوس، هذا بوس هو لو طون ديال فيرميتور اوتوماتيك، شحال غتبقى الباب مفتوحه مثلا ودير لا فيرميتور اوتوماتيك. هذا لو ديلي، هذا لو ديلي هو لو ديكالاج ما بين الموتور ام 1 و ام 2، يعني
3 سكوند 4 سكوند يعني حتى كت نورمالمون دائما حتى كتحل لابورت اللي فيها الموتور ام 1 عاد كتفتح لابورت الثانيه وكذلك في البيرميتر حتى كتشد لابورت الثانيه عاد كتجيب منها لابورت الاولى هذا الديكالاج ديكالاج وهذا البوطون الاحمر هذا بروغراماسيون ديال لي تيليكوموند واللي كيسول على هذا البور ار جي هذا ار جي 45 علاش دار هذا بور لا بروغراماسيون كاين ان بروغراماتور تقدر بروغرامي اترافير هذا البور هذا وهنا ان بتيت كارت هنايا هذه هي لا كارت ريسيبتريس ديال لي تيليكوموند وهنا كتركب لونتين نبداو بلي موتور لي كابل موتور هما هادو نبداو بالموتور ام 1 ام هذا الكوما كركب اذا لاحظتوا هنايا في كا 4 هنايا بالنسبه للكوما ديال الموتور ديال الموتور لو كوما دو الموتور باش تعرفوه راه انا درت واحد الفيديو عليه عطقوا هنا في هذه هنا في هذه الدوره الدائره البيضاء اجبروها هنايا فوق من فوق على اليمين نديرو الكوندونساتور كوندونساتور كيكون لي زيكستريم ديال البوبينا كيفما قلت لكم الخطره اللي فاتت المشكل هذا السونترال هو لي سباس وهاد الدومينو اللي عندهم داروه ماشي هو هذاك اذا كانت الباب كتحل على برا كدير هاد الكولور مارون كديرو في 4 اذا كانت الباب كتحل على برا فيغ ليكستيريور اذا كان كتحل يعني كتحل من داخل يعني الباب ملي كتحل الباب كتحل من داخل اذا كانت بالعكس الباب يعني الباب عندك كتحل على برا كخصك تبدا تعمل فيها هاد المارون تعمل النوار في 4 دابا انا درت هاد ليكزومبل هذا بالنسبه للباب اللي كتحل من داخل هيدا هاد لاتير هادي ديك الساعة كنجمعو لاتير مع بعضيتهم وكنشركوهم دابا ندوز للثاني الموتور الثاني انا غادي نبرونشي الموتور الثاني نبرونشيو لي فوتو سيلول فوتو سيلول هما هادو كاين لي ميتور و ريسيبتور ريسيبتور كيكون فيه 4 دي بورني فيه لاليمونطاسيون و كونتاكت اليمونطاسيون بلوس بلوس هو و الموان و كونتاكت ليميتور عنده البلوس و الموان الموان عنده هنايا جراوند كيبدا بالعكس وهذا عندي بلوس هاد لي فوتو سيلول غالبا كاملين كيجيو هيدا من غير لي فوتو سيلول ديال النايس كيجي فيهم لاليمونطاسيون و السينيال كيمشيو في سلك واحد كنجمعو هاد السلو لي دو فيل كنبرونشيو في لا سونترال 24 فولت يبان كنتر فولت ها هي هي تسمى بانت كنتر فولت ال 9 والجي ان دي عنده بالال 10
هيدا كيكونوا اليمونتينا لي فوتوسيلول والكونتاكت فوتوسيلول هذا واحد كنعملوه فوتو كما كتشوفوا هنا فوتو ها هي كنعملو ال 4 هيدا ويخر كنعملوه في الكوما اللي هو ال 8 الويت بقينا هاد لي ستراب هادو نديروهم اربعه دي ستراب هنايا نشانتيو ديك لي ستراب اي 8 شركو مع هادو نشدو كلشي شانتيو الاولاني هاهما كيلا لاحظتوما انا شديتهم كاملين ها الاولي ها الثاني ها الثالث ها الرابع اذا اف سي سي و اف سي ا والاج وستوب باقينا دابا هاد السيليكتور اكلي و ستار بيتون ستار و ستار بيتون السيليكتور هو هذا عندو جوج ديال السوارس داخل فيهم كوموند ان سي و ان او غنخدمهم هادو غنخدمهم بجوج بيهم غنخدمو شي غير واحد الكابل الاول نديرو له هيدا هادو نورمالمون عندهم واحد البانس ديالهم مع الزربه مع هادي انا كنعدلو بهاد الطريقه هادي كيجي هيدا كيجي صحيح ملي كنزير ما كنزيرش على 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 الكويبر كنزير على على القومه باش كيجي صحيح كمل على الاخرين بالنسبه للكوما الكوما كيفاش كنصوبو كنصوبو هيدا كيجي بهاد الشكل هيدا باش كنعطي الكوما من هادا و كنعطيه من هادا هادي الحالات إلا بغينا نخدمو حتى كونتاكت كونتاكت بيتون كيجي هيدا هادا الكوما هادا الكوما وهادو كنركبوهم كل واحد كنركبوه في ان او موضح شي مزيان هنايا هاد ان او المهم ان او كيجي في الوسط ان او كيجي هنا نورمالمون اوفير كيجيو هيدا الخضر بيتون الصفر ستار وهذا الكوما هذا كوما الكوما نقدروا نشدو غير مع واحد هنايا حيت غولي ما بعطيتهم حيت ديك البورني الويت راه معمر دابا نعملو هنايا هذا
غنعملو ستار بيتون هذا ستار بيتون قلنا اللي كيخدم غير واحد الباب كي اكسيوني غير واحد البونطاي بور لي باساجي بيتون وهذا ستار كيخدمو بجوج باقينا لا لومب كلينيوتونت لا لومب كلينيوتونت ساهلة عند بورني بحال هدا صافي دو فيل كتركب صافي لا لومب كلينيوتون هي هادي نحيدو هاد لومبول هنايا الكابل هدا انا عملت هنايا كابل رقيق نورمالمون خصو كابل غليتي شوية هذا غير بور لا ديمونستراسيون صافي نستعملو شي فحالي هذا كابل رقيق هذا ميدونش هذا هذا بلات وكان برونشيون في الكنف والكاديس كنف وكاديس كانت وكاديس كتخرج فيها 220 فولت يعني لا لومب خصها تكون ديال 220 فولت ما تكونش ديال 24 فولت بالنسبه لهاد لا سونترال هادي كاين لي سونترال اخرين كتخدم غير ب 24 باقينا لونتين دو زون لونتين ممكن كتركب هنايا لونتين دائما ملي دخلوا الكابل لونتين في لا سونترال دائما خليوها زايد شويه خصو يبقى زايد واحد شويه انا كندير له هذا كندخلو ديريكت في البورني بالنسبه للسيد اللي واحد السيد في الكومونتير قال لي واش كتصلح لونتين لونتين ريسيبسيون كل ما كانت عندك لونتين ريسيبسيون مزيانه كتكون لا بورتي ديال التليكوموند كتكون بعيده اذا ما كانش عندك لونتين دو ريسيبسيون ما تفتحش الباب من بعد خصك تتوصل حدا الباب لونتين هي هادي ممكن هي اللي صعيبه شويه هنايا حتى هاد لاكارت ملي تكونوا خدامين فيها وعذبتكم يمكن لكم تفسخوا لاكارت وتجبدوها جبد لاكارت وخدم خدم خدم وعاد دخلها لان قلت لكم في الاول المشكل هاد لا سونترال هو ما فيهاش لي سباس مره باقي لنا نعطيو لاليمونطاسيون 220 فولت ونبداو في لي ريغلاج برونشيو 220 فولت
هذا ونعطيو الضوء. إذا لاحظتوا هنا كيشعلوا ديك لي بويون كاملين، خصهم هادو كاملين يشعلوا. إلا بعد فوتوسيل كيطفى. كنقربها أنا فوتوسيل واخا ماشي بغا طفاتهم لأن قرابين بعضيتهم، كنخصهم ديك لي بويون يشعلوا كاملين. دابا بقاتلنا بروغراماسيون ديال لي بارامتر. كما قلت لكم هاد البوتونسيومتر هادي ديال باور ديال بويسونس ديال لي موتور، هادي كنضربها الماكسيموم كنرجع طون ترافاي غاتاجوستي عليه على حساب فونكسيونمون دو باب. الى الموتور وقف الباب باقا ما تحللش مثلا كتاجوستي عليه كتزيد عليه، وهذا بوس وهذا ديلو بحال اللي شرحناهم. غادي تقلعات بروغراماسيون ديال تيليكوموند، كنبركو على هذا واحد دو سكون حتى كيشعل، كيكلينيوتي كتسكيلا لي ميتور كيبقى شاعل كونتينيو. دابا نديرو ان تيست، لي زوبيراتور ها هما، نديرو ان تيست. إذا لاحظتو لي موتور ديماراو اون ميم طون. هنايا كنأجيستي على هاد البوتونسيومتر هادي ديال دي هادي نعطي واحد الروتار ما بين الموتور ام 1 و ام 2. ها هو ديك الديلي اللي هضرنا عليه. دابا كاين ان ديلي، نوقفو. كاين ان ديلي ديال 2 سكوند، هادشي ما كاين. و السيد لي سولني على لونتين علاش كنديروها، لونتين كنديروها باش كيكون عندنا لابورتي ديال التيليكوموند، لا تيليكوموند باش كيشدنا من البعد. الا ما درتيش الى لونتين ما غايشدكش من البعد، خصك تقرب حتى تقرب عند لا سونترال عاد تاكسيوني لي موتور. هذا علاش كنديرو لي هاد. وبالنسبه لي فوتو سيل هادو كنديروهم على ديك لونتي اكرازمون، هادو ديال سيكوريتي. إذا كان شي حد واقف حدا الباب ولا هذا الباب ما تخدمش، هادو ديال السيكوريتي. هادشي ما كاين في هاد الفيديو، هادشي ما كان بالنسبه لنا سنترال فليكسي 2. ومع الوقت غنشوفو لي زوتر مارك بحال بي اف تي بحال نايت بحال كليمسا بحال لي زوتر مارك، حتى هما نعملو دي فيديو ديتايي. و غادي ان شاء الله نلوحو فيديو اخر ايزي دو جو كوا. لا سونترال لي كتكوموندي ان سول موتور لي كنستعملو كليبو لي غولون لي غيدو، غدا نهضر عليها بالديتاي. عاود واحد نعمل عليه واحد فيديو بحال هاد الشكل هيدا، حتى هو ديتايي مفصل. و هادشي مكاين. اخيرا اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديرو لنا لايك كومونتير. بالنسبة للناس لي كيشوفونا اول مرة وعجبو محتوى الفيديو يديرو ابوني يفعلو الجرس باش توصلو كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.